رسائل جميلة، بشكرك والله جدا جدا على الرسائل الحلوة دي والترط والحاجات الحلوة والمشاريب والعصائر. أستاذ وليد بعت لنا بقى إيه يعني، إفطار وحلويات وصور جميلة. بشكرك جدا والله يا أستاذ وليد، بشكر حضرتك قوي قوي. وبيقول أنا وأنا صغير كنت عامل كده، وطبعا حطت لنا صورته وهو صغير، صورة دي جرامي كأننا ما نعرفوش بقى. أوكي أوكي، صورتك كنت صغير كانت كلها عضلات يعني. تعالوا بقى، الوقت ده حاجة خطيرة جدا. يعني حنان بتقول إزاي ما غرقش في التفكير في اللي فات واللي جاي. الوقت، مش أنا موظف عند نفسي هو، وقبلتني مدير، وقبلتني أهم موظف، عنديش حل تاني. فاكرين مكالمة فاز محمد عبد الجواد؟ ما عنديش حل تاني، أنا المدير وأنا الموظف وأهم موظف وأحسن مدير. وهي بتقول أنا هدير إزاي وأكون مدير لطيف، يعني ما عود شجلت في نفسي. المفهوم المهم جدا اللي ما تخلصش حلقة النهاردة لو إحنا يعني راسخ كده جوه قلوبنا، هي في فرق كبير جدا بين جلد الذات، أقعد أنب في نفسي ولوم في نفسي ولوم في الآخرين، وبين التقييم من أجل التقويم. التقييم يعني أدرس أنا عملت إيه وإيه الدرس اللي خدته من الموقف ده. يبقى هنا إيه؟ تقييم عشان أقوم أصلح اللي جاي، يبقى التقييم ثم التقويم. لكن إن أنا أغرق في فكرة الجلد الذات واللوم والعتاب على نفسي وعلى اللي حواليا، ده أقصى شيء يعمله مديري معايا، اللي هو أنا مدير نفسي أقعد أجلد في نفسي وعملت كده ليه وسويت كده ليه وياريتك ما عملت وياريتك ما. لكن التقييم مختلف، التقييم حلو، التقييم يحول الألم لدرس، وأول ما يتحول الألم لدرس بتطلع خطوة لقدام، بل خطوات، لأن تحويل الألم لدرس يفيدنا كتير جدا. ما فيش حد بيتعلم بسهولة، وفي دروس كتير جدا بنتعلمها بسهولة. بعض الدروس صعبة زي ان انا اتعلم المشي وانا صغير، ده كان درس. وبعض الدروس جميلة زي ان انا اتعلم الضحك، ده كان درس برضو. بس شوفوا الدروس قد ايه متنوعة في الحياة. بعض الدروس سهلة جدا، وبعض الدروس فيها بعض المصاعب، فعلي ان اقبل الحياة والمواقف على انها دروس وخبرات متراكمة هتفيدني في مستقبلي. اهمية الوقت حاجة مهمة جدا. الوقت حاضر، حاضر لحظة دلوقتي هنا الآن، والمستقبل اللي يحصل، توقعاتي أو أحلامي أو خططي، والماضي اللي حصل. كل ما كنت محترف بين أني عايش الحاضر بعمل فيه اللي أقدر أعمله، مستفيد من الماضي، متطلع للمستقبل. ما تضيعش وقت وما تعيش لحظات وهمية. اللحظات الوهمية اللي هغرق فيها في الزمنين اللي فات واللي جاي، دي لحظات وهمية لو ما استفدتش منها. عشان كده في ناس بتغرق في صناعة الأوقات الوهمية ولا يعيشوا اللحظة. طريقة التفكير عن الوقت طريقة مهمة جدا، لازم أحدد فيها إيه الجوانب اللي هركز عليها عشان أرجع هنا والآن. ما أنا عايز أحط خطة مستقبلية، يبقى مش هنا والآن، ده خطة مستقبل. لا، تبدأ من هنا ومن الآن، أحدد جوانب أساسية هركز عليها. الجوانب إيه؟ متنوعة ومتعددة. صحة، عائلة، عمل، أصدقاء، علاقات، عادات، كل ده عشان أصب فين؟ أصب في مسألة السعادة. أنا محتاجة أبقى سعيد. الخريطة كده ما تحطتش، ده احنا يدوب قبلنا الوظيفة، يدوب قبلنا إن أنا هتوظف عند نفسي، هعيني، هرقيني مديري، وهرقيني أحسن موظف عندي، وهقبل الدورين بحسم ولطف. وهنكمل الحلقة الجاية.